مساء الخير. كتل هوائية حارة وجافة مصدرة شبه الجزيرة العربية عم تمتد على مسافة كتير كبيرة بدءا من ليبيا صعودا إلى الحوض الشرقي للمتوسط حتى إيطاليا اليونان وتركيا، لهيك رح تستمر لفترة طويلة من اليوم حتى الخميس القادم مع درجات حرارة فوق معدلات الموسمية بثمان درجات تقريبا ونسب رطوبة منخفضة. إذن جونا لبكرة مشمس مع رياح ناشطة نسبيا ودرجات الحرارة رح تتسجل على الشكل التالي. نبدأ من شمال عكر عم بتسجل 34 درجة، طرابلس 36، العاصمة بيروت وصورة عم بيسجلوا 35 درجة، ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 37، اللقلوق 30، زحل 38، وجزين 32 درجة. نسبة رطوبة ساحلاً منخفضة وبتوصل لل 50%، الريح السطحية شمالية غربية دافية ومغبرة بتنشط سرعتها لبكرة خاصة بالجنوب لا تتراوح بين 10 وال 50 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمعتدل. إذن شو هي الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للأحد والتنين جونا مشمس مع ظهور طبقات للغبار بالأجواء وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة لتستقر على 35 درجة ساحلاً. للثلاثة والأربعة جونا بيستمر مشمس جاف ومنخفض الرطوبة مع استقرار بدرجات الحرارة ساحلاً أيضاً على 35 درجة. وصلتنا صورة للطبيعة المميزة باللقلوق التقطها المصور سمير شتيلة، شكراً له. ولنحافظ على طبيعة لبنان الحلوة لازم نتحلى بالمسؤولية ونتجنب رمي الزجاج فيها أو حرق العشب اليابس نظراً لانخفاض بنسب الرطوبة والرياح الناشطة اللي بتزيد من خطر اندلاع الحرائق. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقونا كل يوم بذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير.